بدعة تنقاش في خطر ودعي بدعة. أنا من الناس اللي معاونين هاد الناس في هاد الوقفة، الجمعية اللي وقفت مع هاد الناس باش اللي حطات الطلبات وحطات عايضات باش قبل ما نجي ندوي هاد الوقفة بعدا باش نعطيكم باختصار. قبل ما ندوي هاد الوقفة عندنا بعض الطلبات للوزارة على هاد الوقفة، على هاد الأدوية اللي ما كاينينش في المغرب وليداتنا تضيعوا لينا، من بينهم ولدي عندهم مشاكل ديال التي دي اش. شنو هي التي دي اش؟ هو فرط الحركة، الطفل أو الشاب اللي مصاب بفرط الحركة مع تشتت الانتباه أو بدون، يعني بدون فرط الحركة. وهاد الوليدات كاينين ماشي هما كلهم، كاين بعض الوليدات اللي عند اللي خاصهم الدويات، هنا هما أصناف، كاين الوليدات تيشربوا الدواء، كاين الوليدات ما كيشربوش الدواء. وشكون اللي مضيعين في المغرب وضايعين في المملكة ديالنا المغربية؟ هما وليدات التي دي اش اللي خاصهم الدواء، من بينهم ولدي وبعض هاد الامهات اللي مناضلين معنا. وكاينين الاساسيده اللي كيتعاملوا معنا بلطف، وكاينين الاساسيده اللي كيتعاملوا معنا بوحشيه، و بزاف من الحوايج. وكاينين الناس اللي خاصهم الادويه وما كاينينش، خاص الناس من برا يجيبوهم لهم، شحال من حاجه. والناس كيعانيو من هذا المشكل بزاف، وانا منه. والدواء كيجينا اونوار، وباش يجينا خاصنا ناخذ الورقه من عند لوختوفونيس بسيكوموتريسين. وكنطالبوا من جلاله الملك محمد السادس يشوف من حالنا ويتعاون معنا باش يدخل هذا الدواء للمغرب، ونوليو حتى حنا نحسوا براسنا بحال الدراري العاديين. كان عندي صافي 3 ولا اكثر. شنو المشكل اللي علاش جينا وقفنا هنايا؟ كنحتاجوا على حيت الدواء ما كاينش، كاين في دبي وجميع البلدان الاوروبيه والافريقيه، علاش ما كاينش في المغرب اون سي با. درنا بزاف ديال الاحتجاجات اونفان كتابيه الوزاره البرلمان، ما لقيناش رد من عندهم مقنع. عينا لوليداتنا كيجروا عليهم المدارس، ما كيبغيوش يقراو، كيهربوا، كيديروا دي كريز انورم فولكانيك، يعني كيقدروا يديروا اي حاجه كتوصل معاهم. واحد السيده معنا ولدها كاع وصلت به للسجن، لان ما كيفكروش قبل ما يديروا اون رياكسيون، يعني ديما عندهم هما حتى كيديروا لا رياكسيون حتى عاد باش كيفكروا يعني. والعلاج ديالهم كاين في هاد الدواء هذا، يعني الاضطراب هذا كيقدر يكون انسان، هو انسان عادي، ولكن ملي كيوصل لواحد الدرجه كيبقاش عادي. هاد الدواء هذا كيدير لهم دي زهرمون في دماغهم، كيوليو عاديين، ان الانسان كيوليو اسوياء، لا في المدرسه لا في الحياه العاديه. عندهم مشاكل اجتماعيه كثيره كيجريو عليهم، عندهم مشاكل مع صحابهم، ديما مضاربين، ديما لي زاكتيفيتي باراسكولير ما كيقدروش يمشيو ليها. علاش؟ خصهم الدواء باش يوليو بحالهم بحال الوليدات العاديين. كتجي هاد الوقفه هادي للتعريف باضطرابات التعلم، وخاصه لو تي دي اش، تشتت انتباه مع فرط الحركه مع الاندفاعيه. هاد الاطفال هادو تيدخل في العلاج ديالهم ثلاث جهات، فكاين هناك ما هو بيداغوجي، المدرسه والاستاذ والى غير ذلك، فهناك الاخصائي كذلك، وهناك الطبيب الذي يعطي وصفه فيها ادويه، لان هذه الادويه في المغرب غير موجوده. وحتى اذا وجدنا هذه الادويه فهي كتكون لجينيريك وكتكون غاليه، وماشي الادويه اللي تقدر تهدئ دوك الاطفال اللي سيروا الدراسه ديالهم. فلهذا نطالب من الوزاره توفير هذه الادويه. فاش تمشيو عند الاطباء تيوصفوا لنا واحد الدواء لميلتيفينيدات، للاسف هذا الدواء ما متوفرش عندنا في المغرب. كاين واحد الدواء فاش اللي تيتوفر اللي كاين في الصيدليات المغربيه، اللي هو الاطباء ما تيقولوا لك بصريح العباره هذاك الوسخ ديال الدواء ما تيجيش مع وليداتنا. الدواء اللي تيجي معاهم هو الدواء كاين في اوروبا، شحال هادي قبل من كورونا كنا تنجيبوه بوصفه طبيه مغربيه، تنديو لي زوردونونس ديالنا للسبته ولا لاسبانيا ولا لفرنسا وتعطيونا الدواء. ده مؤخرا صافي قطعوا لنا الدواء، قالوا لنا ممنوع يخرج بوصفه طبيه مغربيه. مور داكشي بدينا درنا الشكايات ديالنا لوزاره الصحه، عطينا الشكايه الاولى، جاوبونا قالوا لنا غادي نلقاو لكم حل، صيفطونا المديريه ديال الادويه والصيدله، عطاونا النيميرو التليفون ديال واحد الطبيبه تما. بدينا حنايا مشينا عاوتاني شنا الاطباء، خدينا لي زوردونونس حطيناهم، والو غير تيتماطلوا علينا وصافي. من مور داكشي عاوتاني حطينا لهم هاد الشكايه الثانيه، ما جاوبوناش نهائيا. دابا حنا وليداتنا بسبب هاد الاضطراب هذا اللي هو اعاقه خفيه واللي رجعات تتبان بزاف في المغرب، ما تيقبلوهمش لنا في المدارس. وتا الا قبلوهم لك تيقول لك خاصو الكومبانياتريس غاليه بزاف، مدارس تيطردوهم. علاش هاد الوليدات تيكون فيهم تيسهاو تيكون فيهم فرصة
وزاره الحركه. لذلك حنايا جينا هنا لوزاره الصحه اليوم بغينا غير نعرفوا اشنو واش يلقاو لنا شي حل، يقول غير يقولوا لنا، حيت انا تنعرف الناس بزاف هاجروا المغرب غير بسبب هاد الدواء، مشاو باش يلقاو الحل لوليداتهم. معنا شباب غير السيمانه الفايته الدري دار لاسوتونس ديالو ما عندوش الدواء، ما تيقدروش يركزوا، ما تيقدروش، وهما الذكاء ديالهم عادي بحالهم بحال باقي الاطفال والشباب. وعلاش جينا وحتى جينا؟ الادويه اللي بغينا. وعلاش جينا وحتى جينا؟ الادويه اللي بغينا.